لن نلتحق بالدوام الجامعي والإضراب مستمر. هذا شعار طلاب جامعة بغداد الذين رفضوا تقويم الامتحانات الذي حددته وزارة التعليم العالي، فما كان من الطلاب إلا أن يردوا بمسيرة حاشدة بدأت باعتصام أمام وزارة التعليم العالي وانطلقت إلى ساحة التحرير. احنا قدام وزارة التعليم العالي متوجهين لساحة التحرير، احنا ضد التقويم اللي نزلته وزارة التعليم العالي بانه تريدنا نداوم الاسبوع الجاي او مباشر بالدوام من هذا الاسبوع. احنا ويا اخواننا الثوار، احنا وساحة التحرير واحد، وان شاء الله راح تستمر مسيراتنا حتى تحقيق المطالب الحقة للشباب الصراحة التعبان اللي متأذي من هذه الطبقة الفاسدة. يقول الطلاب إن جدول الامتحانات وضعته وزارة التعليم العالي بشكل كيدي ونكاية بالمتظاهرين لترغم الطلاب على ترك ساحات الاعتصام والتخفيف من زخم الثورة. استنكار للتقويم اللي قررته الوزارة، اللي هو نقول تقويم عناد بينا، لأنه شهرين بشهرين أنت مستحيل كطالب طب أو كطالب هندسة أنه تكمل هاي المدة كلها. فتقويمنا كان مقترح هي 4 أشهر ب4 أشهر. احنا مو ضد انه نعطل المسيره التعليميه، لا، احنا نريد شيء يناسبنا ويناسب اخوتنا المرابطين بالساحه. عندك طلاب بالساحه موجودين اعداد يعني عدد مو قليل جدا. ويعتبر الطلاب ان الالتحاق بالدوام الجامعي وترك المتظاهرين وحدهم في الساحات خيانه لدم الشهداء وتخل عن المسيرة في منتصفها بعد أن قطعت أشواطا عصيبة في التصدي للسلطة الفاسدة. هنا إحنا مجتمعين لمساندة أخواتنا بساحة التحرير، ونقول إحنا عند كلمتنا نضل وياهم خطوة بخطوة، وصراحة يعني دم الشهيد برقبتنا، واحنا نقول لهم لا تخافون احنا بظهركم ومستمرين لتحقيق المطالب كلها. عمل وحيد يشغل العراقيين هذه الايام التظاهر السلمي والحراك السياسي، كل ذلك من اجل بناء نظام وطني تستقيم معه كل امور الحياه سواء التعليم او غيره من الاعمال.